هي مبادرة طيبة تخلي التألف والأخوة والمحبة بين مختلف سكان ولاية وهران. وهذه السنة الحميدة اللي اليوم انطلقت بولاية وهران في هذه الحديقة الجميلة، نتمنى إن شاء الله تكون فرصة لكي يجتمع جميع العائلات الوهرانية ويفرحوا معنا في هذا الشهر، الشهر الكريم، في هذا العشر الأواخر من شهر رمضان. المجتمع المدني في وهران قدم الكثير والكثير من وقته وجهده وصحته لخدمة الآخرين، ومبادرة اليوم ما هي إلا تتويج لهذه المجهودات الجبارة اللي داروها الجمعيات، من الجمعيات والمحسنين أيضا. الحمد لله فات بلا مليح وكاع الناس فطرات والحمد لله يا رب العالمين. نشكر على القائمين بهذا الإفطار الجماعي الذي يجمع بين أبناء الشعوب العربية والإسلامية والجزائرية، ونسأل الله القبول.